بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا كلها إلى خير. نبدأ شرح متن العقائد النسفية. الشرح الشيخ سعد التفتزاني موجود وعليه حواشي كثيرة، وهو مخدوم جدا، عليه حواشي كثيرة جدا. الآن نحن لا نريد شرحا تقليديا كسائر الشروح الموجودة، وعلى يوتيوب عدد منها لفضلاء ومشايخ وعلماء وصالحون. لا نقف عند تحليل عبارة، عند فك إشكال في الكلمة. هذه ما قام به غيرك، يعني الله سبحانه، يعني لا تقوم به أنت. فالله سبحانه وتعالى أغنانا عن هذا الأمر. الآن حتى نحقق مقاصد هذا المتن، سنتوسع إن شاء الله في الشرح، ولكن سيكون ارتباطنا بالمتن. أنتم من أجل الفائدة تحضرون شرح السعد التفتزاني مع الحواشي الموجودة المطبوعة، حواشي كثيرة وكلها جيد وكلها نافع إن شاء الله. قبل أن نبدأ في المتن، علم العقائد معروف أهميته، وهو علم أصول الدين كما يسمى، ويسمى علم الكلام. هذا العلم ما هو سبب التسمية؟ هناك أقوال عديدة للعلماء. قال بعضهم بسبب مسألة الكلام التي خاض فيها الناس فترة، المعتزلة وأهل السنة وكذا، فهي من أبرز مسائله. قال بعضهم لأن عمدة هذا العلم على الكلام، يعني المناظرة والأخذ والرد. قال آخرون لأنهم يكثرون من قولهم الكلام في مسألة كذا وكذا. على كل حال اسمه علم الكلام. هناك الآن طائفة، ولا سيما الطائفة الحشوية، تشكك فيه، ليس تشكك فقط بل تنسف علم الكلام نسفا، وتراه علما غير نافع، بل بعضهم يشتط ويقول هو علم يوناني من إنتاج أرسطو، وهذا كلام حقيقة غير صحيح، وهذا كلام يكذبه الواقع. ولا أريد أن أتوسع في هذه الجزئية، ولكن لا بد من بيان الحقائق. الإمام الغزالي إمام المتكلمين في عصره، هو على حد علمي هو أول من يبرز مواطن الكفر الصريحة في كلام الفلاسفة، حتى نظمها القائل بثلاثة كفر الفلاسفة العدة إذا أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. هذه مأخوذة من كلام حجة الإسلام الغزالي. فالغريب كيف يقال إن الغزالي رحمه الله متأثر بفلاسفة اليونان، وهو الذي أعلن صريحا كفر فلاسفة اليونان. في الطرف الثاني أجد شخصا كابن تيمية يرفع لواء السلف ويقول، يعني إنه يتبع الكتاب والسنة وكلام السلف، وهو غارق في الفلسفة إلى شحمتي أذنيه. يأتي إلى كلام ابن رشد فيستعين به ليرد على الأشعرية أهل السنة في مسألة قدم العالم. فمن بالله عليكم المتأثر بالفلاسفة اليونان الذي أعلن كفرهم في مسألة قدم العالم، أم الذي اعتمد على بطاياهم من أجل أن يرد على أهل السنة في هذه المسألة؟ وأمثال هذا كثير. قضية السببية مثلا، عندنا درسنا في الخريدة سابقا: ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة. الأسباب لا تؤثر بذاتها، قلنا المؤثر الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. عد إلى ابن تيمية، تجد ابن تيمية يتبنى مذهب الفلاسفة في هذه المسألة ويقول بأن الأسباب مؤثرة بذاتها. طيب من الذي يتبع الفلاسفة في هذا؟ حقيقة كما قال المثل: رمتني بدائها وانسلت. نعم، الفلسفة هجمت على المسلمين أثناء ترجمة الكتب،
والآن هناك من يقول لماذا ترجمت هذه الكتب من اليونانية من الهندية من غيرها؟ قامت هيئات اسمها كان دار الحكمة وقتها بأمر من سلاطين بني العباس تقوم بترجمة الكتب. بعض الناس وخاصة ابن تيمية هذه الترجمة سبب كل بلاء على المسلمين. لا، يجب أن نعلم ما عند الآخر ونحن لسنا ضعفاء، ولا بد أن ننظر إلى عقلية الناس الآخرين. لماذا؟ لأن هذا الدين للعالمين. فإذا كان الفلاسفة متقوقعين حول فلسفتهم فيعني كيف نناظرهم؟ كيف نحاججهم؟ كيف نقوم بهدايتهم إلى دين الحق؟ لأن هذا الدين للعالمين. فقامت الترجمة، نعم انتشرت الفلسفة وحصل تأثر من كثير من الناس بهذه الفلسفة. هذه مرحلة تاريخية. في ذلك الزمان من درس الفلسفة من الناس ولا سيما المعتزلة كان يقال لهم أهل الكلام. كلمة أهل الكلام هذا مصطلح قديم، فكان السلف يشتمون أحيانا من يخوض في علم الكلام في ذلك الزمان، لأن المصطلحات ليست محررة. كلمة علم الكلام في ذلك الزمان ليست عين كلمة علم الكلام في أيام أبي الحسن الأشعري وفي أيام الباقلاني وفي أيام الغزالي وفي أيام الفخر الرازي. حصل تغيير. أول ما بدأت الفلسفة ثم الزنادقة ثم الملاحدة، والدولة الإسلامية توسعت جدا، الترجمة أحد العوامل. ندب خلفاء بني العباس أنفسهم الناس إلى التصدي للفلسفة. قال هذه الفلسفة إذا استمرت ستقضي على الإسلام. من أكثر الناس اشتغالا بالعقليات؟ هم المعتزلة. المعتزلة قاموا بالتصدي لدراسة الفلسفة، والحقيقة ردوا على الفلاسفة. والمعتزلة هؤلاء هم مسلمون، وإن حصل عندهم أخطاء في بعض المسائل العقدية، وإن خالفوا أهل السنة والجماعة في مسائل معروفة مشهورة، لكن هم من أهل الإسلام. المعتزلة ردوا على اليهود، ردوا على النصارى، ردوا على الزنادقة، ردوا على الفلاسفة. طيب الذي يأتي الآن وكل ما يسمع بعلم الكلام علم الكلام يقول هذا فلسفة لا يفقه شيئا. طبعا إذا كان علمك إذا كان علم كلام حقا، لأن الحقيقة بتجربتي مع الحشوية وجدت أن كل كلام لا يفهمونه، حتى لو كان في الأصول، حتى لو كان في التفسير، حتى لو كان في النحو يقول هذا فلسفة. فكل كلام لا يفهمونه يقول عنه فلسفة. الأمر خلاف هذا. الفلسفة نعم هاجمت النص المقدس، هاجمت كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب رسوله عليه الصلاة والسلام. والفلاسفة هؤلاء جماعة أرسطو عندهم تصورات عن الكون والإنسان والحياة وعن الأخلاق أخذوها من شيوخهم. تصدى لهم في الأول أمر المعتزلة. المعتزلة هؤلاء أصابهم غبار من الفلسفة، علق بهم بأفكارهم. والمسألة يعني عندي إنسان يحارب الكفرة وهو يخطئ في مسائل، رأى أهل الحديث وكثير من الفقهاء أن يشتغلوا بعلومهم وأن يتركوا هذا الأمر جانبا. لماذا؟ لأن ليس الوقت الآن أن ندخل في معركة مع المعتزلة. قام المعتزلة وأجهزوا على الفلسفة، فلسفة أرسطو، أخذوا منها أشياء، ردوا منها أشياء، تأثروا بأشياء، نوافقهم في أشياء، نخالفهم في أشياء. ثم جاءت مرحلة أخرى بعد ذلك سأتحدث عنها بعد قليل. في هذه المرحلة تأثر الفلاسفة، تأثر المعتزلة بالفلاسفة وببعض اليونانيين وببعض المناطق أورث يعني المحدثين وأئمة السلف وحشة تجاه هؤلاء الناس. وجدوهم يخالفون النصوص أحيانا ويتكلفون لتأويل النصوص تكلفات باردة، مثل إنكار رؤية الحق جل جلاله وأمثال هذه المسألة. في ذلك الزمان قال الشافعي مقولته المشهورة:
رأيي بأهل الكلام أن يطاف بهم، أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم هكذا بالأسواق، ويقال هذا جزاء من خالف الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فحينما قال الشافعي هذا، المصطلحات لم تكن محررة، وكان علم الكلام يطلق وقت ذاك على المعتزلة. جاءت مرحلة سالية لهذه المرحلة. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجل ربيب المعتزلة، وعاش في كنفهم، وتمرن على طريقتهم، وتمرس في هذه الطريقة، ولبث فيها زمانا طويلا. الله سبحانه وتعالى هداه إلى الحق، كان كثير التأمل، كان كثير الخلوة، كان كثير العبادة، كان صافي الذهن، كان يبحث عن الحقيقة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرشده إلى اتباع طريقة أهل السنة والجماعة. تحول شيئا فشيئا، ثم ترك مذهب الاعتزال بالكلية، وخرج على المنبر وخلع جبته التي كان يرتديها وقلبها، وقال هذا قد انخلعت من الاعتزال، كما يعني أنخلع من هذا الثوب. هنا بدأنا في مرحلة جديدة. هذه المرحلة يمكن أن نسميها مرحلة تحرير المصطلحات. في أشياء كثيرة لم تكن واضحة، في أشياء متداخلة. الحنبلي يقول القرآن كلام الله، وكلام الله قديم. هذا له وجه، وله وجه وجيه، ووقف عنده أئمة من السلف، وامتحنوا من أجل هذا، لأنه يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذن القرآن كلام الله، فحينما يقول كلام الله، وكلام الله صفة الله، وصفة الله لابد أن تكون قديمة. يأتي المعتزلي في ذلك الزمان إلى نصوص ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث عكس قديم، فكيف يكون قديما وهو الله تعالى يصفه بأنه محدث؟ ثم ينظر أيضا بالعقل، يقول أرى الحروف تتشكل شيئا فشيئا، أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف، حرف يعني له بداية وله نهاية، فكيف يكون له بداية وله نهاية وهو صفة لله سبحانه وتعالى؟ والقرآن مؤلف من سور، السور من آيات، الآيات من كلمات، الكلمات من حروف، وأنا أرى هذه الحروف تتشكل شيئا فشيئا، فكيف أقول عنه القديم؟ هنا هذه أتيت بمسألة لا على التعيين. مسألة أخرى، المعتزل يقول الحسن والقبح ذاتي في الأشياء، في حسن وفي عندي قبيح، وهذا الحسن والقبح ذاتي وهو عقلي، بالعقل. يأتي بعض أهل السنة ويقول ماذا؟ يقول طيب ما الذي يختلف؟ هذه المرأة كانت مع شخص من الناس تعاشره ويعاشرها، هذا اسمه زنا، تمام؟ في عليه حد. إذا قالت زوجتك نفسي وقال قبلت وكان هناك شهود ومهر وكذا باقي الشروط، صار زواجا. طيب ما الذي اختلف؟ طيب كيف يكون ذاتيا عقلي؟ في ذاتي عقلي، وأنا أرى المسألة هكذا، أرى الشيء في شريعة سيدنا آدم مباح وهو أحل من الحلال، أحل من الزلال، زواج الأخت من غير بطن كما يقولون. كيف يحصل توارد؟ لابد من زواج، مع كلنا ابن آدم، فتزوج بأخته وهو حلال في شرع آدم عليه السلام، في شرعنا من أعظم الكبائر، ليس كبيرة، من أعظم الكبائر. طب ما الثلث؟
الصورة واحدة. حصل تحرير لهذه المسألة بعد ذلك. فبداية عصر الإمام الأشعري رضي الله عنه، وفي نفس الوقت كان هناك شخص في بلاد ما وراء النهر يسمى إمام الهدى أبو منصور الماتريدي رضي الله عنه، لقبه إمام الهدى، وهو اسمه أبو منصور، وأيضا كنية هذه رضي الله عنه. هذا ما وراء النهر وهذا ما قبل النهر، وكلهم يدعو إلى مذهب واحد، فهما وجهان لعملة واحدة. بدأ هنا التحرير. ففي مسألة الكلام مثلا، وتأتي فيما بعد إن شاء الله، قالوا لا يا أخي، يا حنبلي أنت مصيب في أن القرآن قديم، ولكنك تريد المدلول الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، ويا معتزلي أنت مصيب في قولك القرآن محدث لأنك تريد الدال. ففرق الأشعرية والماتريدية بين الدال والمدلول، وقالوا الدال مخلوق والمدلول قديم في مسألة الحسن والقبح. جاء الأشعرية فحرروا محل النزاع وقالوا لا، في عندي أشياء حقيقة هي بالعقل. مثل ماذا؟ مثل نفرة الطبع وملائمة الطبع. كل إنسان سليم الحواس وسليم الطبع يحب رائحة الورد ويكره رائحة الجيف، فهذا عقل لا محالة. في الألم، الحسن والقبح بمعنى الألم واللذة، الشيء المؤلم واخذ الإبرة، هذا قبيح، ما هو جيد، هذا مؤلم، فهذا بالعقل لا محالة. واللذة، لذة شرب الماء البارد في الصيف، هذا بالعقل يدرك، لا يحتاج إلى شرع يقول هذا جيد وهذا نعم. وقف الأشعرية هنا، الماتريدية وافقوا المعتزلة فيها في قالوا المعتزلة مع كلامهم ليس عليه غبار، ما في إشكال. أين الإشكال؟ قال في موضوع ترتب الثواب والعقاب، الأشعرية وافقوهم في هذه المسألة. يعني الصلاة هذه يترتب عليها ثواب وعقاب أو لا يترتب؟ إذا قلت بالعقل هذا تخالف أنت الواقع، لا، هذه الصلاة مهما وصل عقلك لن تصل إلى حقيقة الصلاة، ترتب الثواب عليها. لا نريد أن نخوض في الجزئيات في هذه المرحلة. تقريبا في بدايات القرن الرابع بدأ تحرير المسائل. الإمام الأشعري توفي على القول الراجح تقريبا 324، الإمام الماتريدي تقريبا 333 هكذا. يعني في هذه المرحلة بدأ تحرير المسائل. ثم بضاعة الأشعري والماتريدية في الأصل الكلامية، أخذها من المعتزلة، ثم توجه إلى النصوص، النصوص بين يديه، ثم نصره العلماء المحدثون والفقهاء والصوفية وكل الناس نصروا الإمام الأشعري، فصار لقب لأهل السنة كلمة أشعري. في بلاد ما وراء النهر لقب أهل السنة ما تريدي، لأنه الآن بعض المتفيهقين يقول لك طيب رئيس سمعت هذا، كيف تقول أهل السنة أشاعرة وما تريدية، والناس قبل الأشعري والما تريدية لم يكونوا أهل السنة؟ لا يا أخي، كانوا أهل السنة. لكن أسألكم سؤالا من هذا القبيل، بأي حرف تقرأون الآن؟ قراءة من في بلاد الروم في ترك والعرب؟ حفص عن عاصم. كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام حفص وعاصم، كان يوجد حفص وعاصم. من أين جاء عاصم؟ هذا عاصم واحد من السبعة، من القراء السبعة، حفص راوي عنه. طيب لماذا نقرأ برواية حفص عن عاصم؟ لماذا لا نقرأ بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لك اقرأ بقراءة، يعني اقرأ بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع عنك عاصما ودع عنك نافعا ودع عنك هؤلاء القراء. تماما هو نفس الشخص الذي يقول لك خذ عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ عقيدة ودع عنك الأشعري ودع عنك الماتريدي. هذا لقب لأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أبرز شخص دافع عن هذا المعتقد هو أبو الحسن الأشعري، ولذلك تجد المحدثين يتبعون الأشعري، تجد المفسرين معظمهم على طريقة الأشعري، جميع شراح البخاري أشعرية، جميع قل جميع أو ما تريد، طبعا أشعري ما تريد سواء، جميع أكثر مفسرين، يعني أكثر من 90% من المفسرين كذلك.
الفقهاء كذلك. فحصلت فتنة في زمن سابق، واحد اسمه الكندري، هذا وزير وكان خبيث الاعتقاد، وكان وزيرا لأحد السلاطين، فاستصدر قرارا من السلطان أن يشتم الأشعرية على المنابر. ويبدو السلطان يعني ليس عنده علم ولا كذا، من الخليفة طبعا، من السلطان أخذ من الخليفة، فصار الأشعرية يشتمون على المنابر. حصل هذا اسمه فتنة الكندري، ثم أزاحها الله سبحانه وتعالى، وولي مكان الكندري من؟ نظام الملك، وأسس المدارس النظامية نظام الملك، ثم انتشر العلم هذا والخير في الدنيا. فتحت هذه المسألة مرة ثانية، شتم الأشعرية، أيام الحافظ ابن عساكر الدمشقي، فألف كتابه الماتع النافع تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، وذكر تواقيع العلماء وإجماع العلماء من المحدثين والفقهاء والمفسرين والصالحين وأهل الله والصوفية على أن من تكلم في الأشعري فقد بسط لسان السوء في جميع أهل القبلة. لماذا؟ لأنه حرر عقيدة الصحابة والتابعين، حرر عقيدة الأئمة الأربعة، حرر عقيدة السواد الأعظم من علماء الإسلام، ودونها ورتبها ورد على من يخالف هذه العقيدة، فعرفت هذه العقيدة باسمه. واحد من الطيبين لا نشتت العبارة، يقول نحن لا ننتسب إلى خلقة صوف، مو صوفية اسم صوفية، قيل إنهم إلى الصوف منسوب، ولا ننتسب إلى رجل أبي حنيفة والشافعي ومالك والأشعري ومثلا الشاذلي وغيره، لا ننتسب إلى رجل، ننتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. في نكتة تحضرني هنا في تركيا هنا، يعني لا أريد أن أشخصها، لكن في إقليم معين في قرية موجودة في تركيا في البحر الأسود، صاحب يقول بقرية صغيرة، يسألونه أنت من أي ولاية؟ يقول أنا لا أتبع ولاية. من أي إقليم؟ أنا لا أتبع إقليم. من أي دولة؟ أنا لا أتبع أي دولة. طيب قريتك تنتسب إلى أين؟ قال تنتسب إلى الله مباشرة. هذا مثل هذا تنتسب إلى الله مباشرة. هذا الله جل جلاله أرسل الكتاب، أنزل الكتاب وبعث الرسل، وجاء العلماء لفهم الكتاب والسنة. طريقة السواد الأعظم، طريقة الكافة من الصحابة والأكثر من التابعين، والتي عليها السواد الأعظم من علماء الإسلام، عرفت في باب الاعتقاد باسم الأشعرية. فالأشعرية ليسوا مبتدعة، الأشعرية هم أهل السنة والجماعة. إذن الذم لعلم الكلام كان في مرحلة قبل أن تتحرر المصطلحات، والذي يأتيني الآن في آخر الزمان ويقول من تمنطق فقد تزندق، هو إنسان لا يعرف شيئا من قصة. نحن نرصد سير الأمة كاملا، الأشياء كانت مختلطة، بعضها كان واضحا وبعضها غير واضح، ثم اتضحت الأمور، وما كان يعاد في القرن الثاني والثالث بعد أن عرفنا ما هو لم يعد عيبا. أضرب لكم مثالا، أول ما ظهر القهوة، تعرفون القهوة؟ القهوة هذه اكتشفها أحد المشايخ الشاذلية في اليمن من الصالحين أهل الله اسمه العيدروس، فكان في خلوته وفي سهره كان يعني يستعين في الصحاري أو في البراري على حتى يسهر الليل، فوجد هذا النبات فمضغه، فوجد عنده طاقة وقوة وكذا، فأخذه، ثم تطور شيئا فشيئا حتى انتشر. انتشر جدا، سميت القهوة. ذهب السؤال إلى الأزهر الشريف في ذلك الزمان،
قال ما حكم القهوة؟ نظروا إلى لسان العرب، قهوة يعني خمر، من أسماء الخمر. القهوة حرام، فعلا القهوة حرام. فجاءهم سؤال الشيخ فلان من علماء اليمن ولا من علماء الحجاز يقول القهوة حلال، قال هو كافر، لماذا كيف يحل القهوة التي حرمها الله؟ كلمة قهوة في المعجم غير القهوة العرفية التي هي البن. هل يوجد الآن من يقول القهوة حلال؟ هل يوجد من يكفره الآن؟ ما هو السبب؟ تحرر المصطلح، اتضحت المسائل، ما كان عالقا بها زال. فدون هذان الإمامان، الإمام الأشعري والإمام ماتريدي معتقد أهل السنة والجماعة، والتف الناس حولهما. لماذا؟ لأنهما يمثلان عقيدة السواد الأعظم من علماء الإسلام. ثم حصل لهذا العلم تطوير، حصل هناك متون، وحصل شروح، وحصل أشياء هكذا، حتى وصل إلينا في صورته النهائية. علم الكلام هذا ما تعريفه؟ له تعريفات عديدة، أنا اخترت تعريفا ربما حتى يعني أتصرف فيه بعض التصرف، يعني في عندي تصرف من هذا بهذا. يعني ابن خلدون في كتاب المقدمة يقول هو الدفاع عن العقائد الإيمانية بالحجج العقلية. أنا أطور هذا التعريف قليلا حتى يكون هكذا يعني أكثر يعني إيش انسجاما. فأقول هو إثبات العقائد الإيمانية والدفاع عنها بالحجج العقلية، ليس فقط الدفاع، أيضا نحتاج إلى إثبات. فإثباتها بالدليل، ولكل مسألة دليلها المناسب لها. فإذا كانت من الحسيات دليل الحس، إذا كانت من المعقولات دليل العقل، إذا كانت من المنقولات دليلها النقل. فهو إثبات العقائد الإيمانية والدفاع عنها بالحجج العقلية. يقول لك الحشوي ما حاجتك إلى علم الكلام؟ فأقول له من أجل إثبات العقائد الإيمانية. يقول إذا أنت عندك شك في العقائد الإيمانية ويأتيني بكلام خطابي تضحك منه الثكلى، ماذا يقول لك؟ إمامكم الرازي يقول، طبعا إمامنا ونفخر به، هو اسم الفخر ونحن أيضا نفخر به رضي الله عنه، يقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز. إيش قصة إيمان العجائز؟ لازم يجب أن تعرفوا كل شيء، لأنه عندي حقيقة عجائز الآن يتكلمون في 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 علوم الشرع. يذكرون قصة الله أعلم بصحتها، أن الفخر الرازي رحمه الله كان ماشيا في موكب، وكان رجلا مهيبا يعني، وله أيضا مكان من أغنياء الناس، وحوله يعني هكذا له صولة وجولة رضي الله عنه ورحمه. فمر في طريق فجاءت عجوز فسألت من هذا؟ قالوا لا هذا الفخر الرازي. قالت من الفخر الرازي؟ قال هو الذي يعرف ألف دليل ودليل على وجود الله تعالى. قالت لو لم يكن عنده ألف شك وشك لم يكن عنده ألف دليل ودليل. فقال الرازي اللهم إيمانا كإيمان العجائز. وسؤال، هل توقف الرازي عن تدريس علم الكلام بعد أن سمع قصة إيمان العجائز؟ لماذا لم يتوقف؟ لم يتوقف. لماذا؟ هل هو ضال يعني هكذا لم يأخذ دينه من عجوز؟ لا، الأمر ليس هكذا. الرازي يبين لك أن الناس أصناف في هذا الاعتقاد، بعضهم مقلدة، وهؤلاء المقلدة أشد تمكنا من بعض أهل البراهين. فهو يجيب عن سؤال خفي لمسألة معروفة، ما حكم إيمان المقلد؟ فكأن الرازي يقول لك يا أخي هذه العجوز ثابتة راسخة في دين الله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج إلى أدلتك أيها المتكلم. هذا هو يقول. لا، طب قبل أن يموت قال نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا غير قيل وقالوا. شوف إذا تاب، هذه طريقة الإخوة الحشوية، هذه طريقتهم في البحث، حقيقة طريقة قوية جدا جدا. اسمع،
قال نهاية إقدام العقول عقال. قال معنات هذا إذا تاب من علم الكلام. أين التوبة من علم الكلام؟ هل قال أيها الناس علم الكلام ضلال وأنا أتوب إلى الله منه؟ ماذا يقول؟ نهاية إقدام العقول عقال. أنا أقول ولا قبل أن أموت. نعم العقول ستقف عند حد تسجد للباري جل جلاله. وهذا الرازي يقول لك يا جماعة استفيدوا مني الآن، بعد أن خبرت المسالك العقلية جميعا وجدت أن الحق سبحانه وتعالى هو تعجز العقول عن دركه، وهذه حقيقة كان يقررها في الأول. قال لا، في كمان الغزالي تاب. كيف تاب الغزالي؟ قال الغزالي رضي الله عنه ورحمه الله لما مات حضن صحيح البخاري ومات عليه. يا سلام، هذه توبة سمعاني. شوف حتى شوف الفكر المنتشر في المسلمين، توبة حضن البخاري وقال ما دام حضر البخاري مع تاب. هو افترض أنه كان كافرا وأنه كان ملحدا وأنه كان مناوئا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فلما تمسك بصحيح البخاري صار مسلما. هكذا التوبة. كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أعرض عنه الغزالي يوما حتى يعني يقول لك هذا كلام حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أحتضنه؟ ليس معنى هذا أنه كان على طريقة ثم تحول إلى طريقة أخرى. هناك قضية أخرى عند الإخوة، هؤلاء حاربوا علم الكلام فانتشر عندهم الإلحاد. الآن نوادي إلحاد صريحة موجودة في الجزيرة العربية وفي بلادنا، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا الأمر في الطريق، هذا الذي يجبر الناس على طريقة وحشية في الإسلام، الناس سيتركون الإسلام طواعية. وقد رأينا نساء الأكراد تلقي الخمار الذي أجبرت عليه عدة أشهر، رأيتمها في الصور. لماذا؟ لأنها أجبرت عليه بدون قناعة، فستتركه بنفس الطريقة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كان أول عصا وسيف، ذهب العصا والسيف، تركت دين الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد من دراسة هذا العلم. شبهة أخرى، واحد اسمه حسن حنفي من كبار الملاحدة، بعض الإخوة يغضب مني كيف تقول أنا ملحد، هذه حقيقة، هذه حقيقة. يقول الله طبعا جل جلاله مجرد مفهوم ذهني ليس له ما صدق، مجرد فكرة الله سبحانه وتعالى. طب أذكر لكم شيئا من حال هذا الرجل، قد علمته عن قرب منه، ليس أنا التقيت فيه مرارا لكن لم أسمع هذه القصة منه، لكن هناك شخص قريب منه جدا يعني حدث بهذا الأمر. قد يمضي من حياته عدة أشهر، أربعة خمسة أشهر، خمسة من أشهر يمضيها في التنسك، يلبس عباية، يصلي الجمعة والجماعة، يصلي قيام ليل، ويأخذ بسبحة، ولا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقول أنا مرتاح هكذا، لما أعتقد أن الله لازم يكون موجود خلاص خلينا موجود. فهكذا الأربع أشهر اللاحقة يمضيها في أماكن أخرى مخالفة تماما لهذا النهج، وهذه الزندقة. هكذا تكون الزندقة، تكون بهذا الشكل. إذا عبد يبالغ في العبادة، إذا كفر يبالغ في الكفر والعياذ بالله. ماذا يقول في كتابه من العقيدة للثورة في مقدمته؟ هذا الكتاب مشهور جدا وركزت عليه الأنظار في باريس، وهناك أكثر من 6 رسائل ماجستير ودكتوراه. أيام ما كنت أنا في القاهرة قبل 15 سنة كان أكثر من 6 رسائل في جامعات السوربون ونحوها عن دراسة حسن حنفي. هو يعود كتابه هذا في علم الكلام أو في الفلسفة، طبعا كلام عنده هذا الشيء رديء جدا. طبعا يبدأ مباشرة بالبحث فيقول أنا لا أبتدئ هكذا، لا أبتدئ كما درج المتكلمون بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله الذي لم يثبته بعد. هو كتاب علم الكلام البرهان الجويني مثلا، شو اسمه الجويني الإرشاد، مثلا الاقتصاد الغزالي، أي كتاب من كتب علم الكلام، المواقف، المقاصد، أي كتاب من كتب علم الكلام يقول هم يبدأون بحمد الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام ثم يثبتون وجودهما بعد ذلك. يقول هذه المصادرة على المطلوب، وهذا دور. فهمت الدور؟ ما هو الدور؟ مسألة الدور غدت بيني وبين من أحب،
لولا مشي بما جفت لولا جفاها لم أشد. تدخل الباب، قال والله لن أدخل حتى تدخل، ثم تقول وأنت والله أيضا لن أدخل حتى تدخل، لن يدخل واحد منهما. يعني توقف ألف على ب وب على ألف، هنا لم يكن عندي لا ألف ولا ب، الدور محال عقلي. فهو يقول هم افترضوا، عفوا، يقول يبدأون بحمد الله والصلاة على رسوله الذي سيثبتون وجوده بعد ذلك. فهمت الشبهة؟ غاب عن هذا المسكين أن هذه الكتب لم تأتي لإثبات العقيدة لأنفس الباحثين عنها، لأنهم مؤمنون وهم من المصلين الركع السجود وهم من أولياء الله الصالحين. فإذا لماذا بدأ لأنه مسلم. طيب هذا كتاب ما موضوعه؟ هذا كتاب يدرب الأطفال على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى للمدارس الصغيرة. يعني إذا ما أتاك إنسان ليشككك في وجود الله سبحانه وتعالى فاسلك معه مسلك إبطال الدور، فاسلك معه مسلك إبطال التسلسل، ادخل معه بالطريقة الفلانية. هو لم يكتب هذا الكتاب من أجل أن يتدين بوجود الله تعالى يثبت وقد يثبت وقد لا يثبت معه، لا، هو ثابت عنده. هذا الكتاب ليس من أجل إثبات وجود الله لذاته، إنما هو لتمرين الطلاب على هذه المسائل. هذا العلم من أهم العلوم الإسلامية، وحينما تركه الناس عرفنا يعني قيمته. في شبهة أخرى، يقول الغزالي هذا كبير المتكلمين، ولما تصوف رضي الله عنه وصار من أئمة الصوفية حذر من علم الكلام. هل قرأتم كلام الغزالي؟ شبهة شائعة جدا. الغزالي حذر، صحيح حذر، لكن حذر من ماذا؟ قرأنا نحن فيما سبق، درسنا الرسالة القدسية، درسنا قواعد العقائد. الغزالي ألف رسالة قدسية، قال هذه إيش؟ للمبتدئ. وألف بعدها كذلك مثلا، طبعا قواعد العقائد جزء منه الرسالة القدسية، وألف الجامع العوام عن علم الكلام، وألف عدة كتيبات، وألف الاقتصاد. قال الاقتصاد إذا كان إنسان قرأ الاقتصاد وبقيت عنده شبه، معناته الله سبحانه وتعالى لم يرد هدايته. هكذا يقول، يقول إذن لو كانت شبهته حقيقية تحتاج إلى إزالة، كتاب الاقتصاد فيه غنية. أما إذا إنسان قرأ الاقتصاد وتشربه وفهمه جيدا ثم بعد ذلك بقي متشككا في وجود الله سبحانه وتعالى، إذن هذا الله سبحانه وتعالى لم يرد هدايته. فالغزالي حط سقف معين لعلم الكلام، وهذا اجتهاد من غزالي رضي الله عنه. طيب اقرأوا الاقتصاد، هل قرأتموه؟ يا من تعيبون علم الكلام، هل قرأتم الاقتصاد؟ هل فهمتم الاقتصاد في الاعتقاد؟ إذا نفس الاقتصاد، لنفرض أن الغزالي جعله سقفا، طيب ادرسوه وافهموه بعد ذلك، يعني قولوا ما قال الغزالي. الغزالي رحمه الله عاش في فترة وجد الناس قد انشغلوا بالمناظرة والجدل، سواء في علم الكلام، سواء في الفقه، سواء في علوم الدين أخرى. فرأى علوم الدين ماتت، تحولت إلى كلام ولفظ واخذ ورد، فأراد إحياء هذه العلوم فألف كتابه إحياء علوم الدين. فعلوم الدين ميتة تحتاج إلى روح. ما روحها؟ هو علم طريق الآخرة. ما هو علم طريق الآخرة؟ علم التصوف. طيب يا إخوة، يا من تمسكتم بكلام الغزالي لهجر التوسع في علم الكلام، هل تقبلون النتيجة التي وصل إليها الغزالي، وهي أن التصوف هو لب علوم الإسلام؟ طبعا لا يقبلون. إذا أنتم أهل هوى، تأخذون من الغزالي ما راق لكم وتدعون ما لم يرق. نعم، هذه مقدمة لا بد منها قبل أن نبدأ. نأخذ سطرا واحدا حتى يكون اسمه شرح. قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة، قال إمام النسفي، طبعا هو من كبار علماء الإسلام ومن الصالحين الأولياء، وهذا السعد شارح الكتاب أيضا شيء داهي من دواهي الإسلام، شيء عجيب هذا الرجل.
وأعطيكم خاصة طلاب العلم في البداية أعطيكم قصة لها مؤثرة. السعد رضي الله عنه جاء في ترجمته أنه في بداية الطلب لم يكن ذكيا، كان عنده شيء من البلادة وما كان يفهم الدرس كما ينبغي، فكان يحضر كثيرا ويتعب كثيرا ثم يأتي ويعترض فيضحك الطلاب لأن اعتراضه بارد يدل على أنه لم يفهم، وكان يعني مواظبا على هذه الحال فترة من الزمن في درس العضد الإيجي. فمرة رأى رجلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فقال له إليك عني، أنا أحتاج إلى تحضير ويا درس إخوانها وسبقوني، فلا بد من مراجعة الدرس، لا بد من قراءة أكثر. فترك ثم عليه مرة ثانية قال رسول الله يدعوك صلى الله عليه وسلم، هي مرتين أو ثلاثة لا أدري، لكن في المرة الثانية والثالثة قال له ماذا رسول الله غاضب منك، فترك درسه وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له يعني لما لم يعني تجبني؟ قال يا رسول الله يعني بحاجة الدرس، بحاجة التحضير، ويعني أنا ضعيف في وسط الطلاب الكبار. فتفل النبي عليه الصلاة والسلام في فيه، تغير كل شيء، النظام تغير. حضر الدرس في اليوم التالي، أتى العضد الإيجي رحمه الله بمسألة فاعترض كعادته، فضحك الطلاب ظنا منه أنه اعتراض بارد، ولكن العضد يعني ارتبك ورأى اعتراضا قويا جدا. قال هل تستطيع حله؟ قال نعم. قال كيف تحل؟ قال كذا وكذا. قال تجلس مكاني، فأجلسه مكانه وصار إمام المسلمين السعد التبتزاني رضي الله عنه ببركة طريق النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يقرأ كتب التاريخ يجد هذه الحادثة تكررت مع آخرين. ابن نباتة أو نباتة لا لم أضبط المسألة، الخطيب المشهور زمان كان يخطبون في بديوانه في كل مكان، أو ديوان ابن نباتة كذلك، كان عييا لم يكن فصيحا، وكان خطيبا يعني من الدرجة الثانية الثالثة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتفل في فيه، فصار مضرب المثل في الفصاحة والبلاغة صلى الله على سيدنا رسول الله. إذا قال الإمام النسفي قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية. الآن نشرح بس كلمة الحق. قال أهل الحق، الحق مادته في لغة العرب تدل على الثبوت، فهو شيء ثابت في نفسه، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقال يسمى الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فالحق ثابت، الأشياء جمع شيء، فكل شيء له حقيقة، فهذه الحقيقة ثابتة، أنا لي حقيقة، أنا موجود. الآن الجو نهار، نحن على أرض اسمها أرض روم مثلا، هذه حقائق ثابتة. لما بدأ الشيخ بهذا؟ هناك أولا قال أهل الحق، نحن قلت نكتفي بالمتن، لكن إن شاء الله بإذن الله سنفتحه فتحا إن شاء الله، الله يفتح علينا في فتحه. قال أهل الحق، إذن عندي حق وباطل، هذا منهج في الحياة. الله تعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإما أن تكون من أهل الحق وإما أن تكون من أهل الباطل، الحق والباطل لا يجتمعان، لذلك عليك أن تبحث عن الحق، فإذا لم تكن على الحق فأنت على الضلال. بناء على هذه القضية قرر علماء الإسلام أن الحق لا يتعدد في العقليات، الحق ثابت. ما هي العقليات؟ المسائل العقلية، الرياضيات مثلا، كل مسألة عقلية الحق لا يتعدد فيها، الواحد نصف الاثنين أبدا، الواحد نصف الاثنين لا محالة، لا يمكن أن يكون عندي ثلاث إجابات في قضية الواحد نصف الاثنين، هي إجابة واحدة والباقي خطأ. هل الله موجود جل جلاله أو ليس موجودا؟ إما موجود أو ليس موجودا.
أما من يقول هو الله موجود محق، والذي يقول الله غير موجود غير محق، كلاهما صحيح؟ تستغربون، في واحد يفكر هكذا؟ نعم، سنراه في الدرس القادم، سترى أن أناسا من عقلاء العالم الآن يفكرون بهذه الطريقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المنطلق في دراسة العقيدة هو الحق، فنحن نبحث عن الحق، فإذا لم نكن على الحق فنحن على الضلال. هنا مسألة بدأت، سامحوني أنا أتكلم وأسمي الأشياء بمسمياتها، وبعض الناس يغضب من هذا الكلام. في دسيسة صنعتها بريطانيا، بريطانيا هي أم الدسائس، كل بلاء في المسلمين المعاصرين تبحث تجد بريطانيا أم الخبائث. فكر ظهر في الأزهر الشريف، روج له شخص من إيران سمى نفسه جمال الدين الأفغاني، له خليفة مخلص له اسم محمد عبده، ثم ورث هذه المدرسة شخص ثالث اسمه رشيد رضا، ثم ورث المدرسة شخص رابع لن أذكر اسمه. رشيد رضا قرر مسألة، والله حقيقة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبلها العذاب، من قبلها العذاب. ماذا قرر الشيخ رشيد رضا؟ قال لنعمل جميعا فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. والله كلام من حيث الصورة كلام جميل جدا، لماذا لا نجمع المسلمين ووحدة الصف الإسلامي والمسلمون هكذا؟ الآن أمريكا تحاربنا وروسيا تحاربنا والدنيا تحاربنا، لماذا نتفرق نحن المسلمين؟ طيب ماذا تريد؟ يعني لماذا تقول هذا حشوي وهذا شيعي وهذا مثلا أشعري، وتقول أشعري على الحق والثاني على باطل؟ وبعد قصة هذا المؤتمر الشيشان حصل قيل وقال كبير عنه، غضب الجماعة جدا، لماذا تقولون أهل السنة والجماعة هم الأشعرية والماتريدية فقط، أنتم الآن تفرقون كلمة المسلمين؟ الشيخ رشيد رضا ومن ورث منه هذه القاعدة نظر إلى منطلق غير منطلق علماء الإسلام. منطلق علماء الإسلام الحق والباطل، ولذلك ألفت الكتب، فرق الأديان والفرق كتب كثيرة جدا. يقول لك قال أهل الحق، قال أهل الهوى، قال أهل الأهواء، قال المبتدعة. إذن في عندي محق وفي عندي مبطل. جعل الشيخ رشيد رضا ووريثه جعل المصلحة مقياس الاتباع. ما هي مصلحتنا؟ نحن مسلمون الآن متشتتون كثير، نحن الآن تعال نجتمع مع الشيعة ونجتمع مع الوهابية ونجتمع مع جميع الناس ونشكل قوة كبيرة جدا جدا تهابها أمريكا. كلام والله جميل من ناحية نظرية، ليس كذلك؟ والشيخ يعني دائما سلبي ولا يقبل شيء، كلام جميل. لماذا لا نجتمع؟ المشكلة أن هذا الأمر لا يؤدي للاجتماع. كيف؟ حينما أقبل الذي يكفر المسلمين وأجعله من أهل السنة والجماعة، بل في الأول قبل 50-60 سنة كان يبحث عن شرعية ليكون من أهل السنة والجماعة، أعطوه الشرعية بعض الناس، جماعة رشيد رضا، أتباع رشيد رضا، أعطوه هذه الشرعية، ثم بعد ذلك أزاحه من أهل السنة وصار هو وحده أهل السنة والجماعة، فصار المجسم التكفيري، ها؟ صار محتكرا لمذهب أهل السنة والجماعة. في الحقيقة إذن أدى هذا إلى مشكلة. وهذه الشيعة كذلك، حينما حاول بعض الناس أن يقرب معهم وجدنا التقريب مع الشيعة عبارة عن تفريخ لجيوب شيعية في وسط المسلمين. هذه حقيقة. ما الفرق بين هذه القضية التي قالها رشيد رضا يسمونها قاعة المنار، وطبعا لا يوجد يعني تبع كثير من الناس الآن، وبين ما يفكر به علماء الإسلام؟ عندي إمام كبير كان يلقب بسيف السنة، الإمام الباقلاني، كان أتى بكلام رائع جدا جدا يؤدي بالغرض لكن دون تنازل. يقول نحن ضد الملاحدة والزنادقة شيء واحد اسمه أهل الإسلام. شيعي معتزلي مجسم غير مجسم،
أمام العدو الخارجي يقول لماذا؟ يقول لأن العدو الخارجي الزنديق أو اليهودي أو يقول يريد استئصال شأفة أهل الإسلام. فنحن أمامه شيء واحد في الرد العلمي، لكن يبقى في عندي حق وفي عندي باطل. وهؤلاء نسميهم أهل القبلة. الحشوي هذا الوهابي من أهل القبلة، مسلم لكنه مبتدع، والشيعي كذلك مسلم مبتدع. لماذا مبتدع؟ خالف المناهج الإسلامية المتبوعة، خالف الكتاب والسنة التي تأمر باتباع الجماعة. فإذا هناك فرق بين من جعل أساس الاجتماع هو المصلحة، ثم تحولت هذه المصلحة إلى مصلحة حزبية، أقبلك ضمن حزبي سواء كنت شيعيا أو كنت صوفيا أو كنت وهابيا أو كنت شيطانيا أي شيء، المهم أن تسلم لهذا الحزب. طيب، الجيوش التي فتحت بيت المقدس كانوا حنفية، شافعية، مالكية، حنابلة. والغريب أن هؤلاء حينما تقول حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، يقول هذه المذاهب فرقت الأمة. يا سلام، كيف تجمعها؟ قال أجمع كل الناس. ماذا كل الناس؟ يعني الوهابي والشيعي إلى آخره. طيب كيف الأربعة تفرق الأمة وهؤلاء يجمعون الأمة؟ أنا لا أدري. فإذا قضية قال أهل الحق، هذه السلف، هؤلاء سلفنا الصالح كلامهم فيه نور، وكل كلمة بالقطارة كما شيخنا في الأزهر الشريف يقولون، العلم بالقطارة، نقطة نقطة. كل كلمة أبدا لا تستطيع أن تحذف كلمة واحدة، كل كلمة تحتها أبواب من العلم. نحن لم نرد أن نكون أسرى للشروح، والشروح متوفرة وهي عمدتنا، وحضروها قبل المجيء. نريد أن نحقق مقاصد المؤلف رضي الله عنه. إذا قال أهل الحق حقائق الأشياء الثابتة. طيب لماذا نقول حقائق الأشياء الثابتة؟ لتكون مرجعا في النقاش. أنا وشخص نختلف في وجود شجرة، هل الشجرة الفلانية، هل هذا الفرع موجود من هذه الشجرة أو ليس موجود من هذه الشجرة؟ أول شيء لازم نثبت وجود أصل الشجرة. نتنازع في فرع في آخر الشجرة، والشجرة أساسا لم نتفق على وجودها، هذا يكون عبث. نتنازع في شباك في الطابق السادس وأصل البناء غير موجود، عبث. لماذا؟ لأنه سيقفز إلى فرع ثاني وفرع ثالث وفرع رابع، فنعيش في عبث، ندور هكذا مثل حمار الرحى، حمار الغراف، تعرفونه هذا؟ هذا لماذا؟ هذا حمار يغمضون عينيه، لماذا؟ حتى يظن نفسه يسير باستمرار، هو لا يسير، هو يدور من ايش؟ من مكان إلى مكان. نحن لا ندور في نفس الأماكن. يقول لك الجهاد هذا فيه اعتداء وفيه كذا، الإسلام حرم المرأة من حقوقها، ما أعرف إيش الرق كذا، هذه كلها فروع، وسنبقى في صراع في هذه الفروع. عد إلى أصل الشجرة، الله جل جلاله موجود أو ليس موجودا، قال لا تعني هذه مسألة، ألا نتكلم في الفروع؟ لا لا لا، أولا نؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك هل أرسل رسولا اسمه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ إن لم يسلم نعود إلى إثبات النبوة، سلم ندخل في موضوع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة، هل ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت؟ هنا دخلنا في الفرع. فإذا قال ثبت، نقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالشيخ يقرر قاعدة منهجية، أول شيء هو تثبت شيء مشترك وليكن حقائق الأشياء ثابتة لا بد من ثبوتها، بعد ذلك ما ينبني على هذه الحقائق. الوهابي ماذا يقول لك؟ يقول لا يا أخي، أنت تدعو إلى الله بالكتاب والسنة، اسمع، ألا يكفيك الكتاب والسنة؟ أقول لك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتيك بالكلام الخطابي، نعم يكفيني يا أخي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كيف تهدي هذا الملحد إلى الله سبحانه وتعالى؟ أقول له ماذا؟ الله تعالى يقول كذا وكذا. يا أخي هو رجل غير مسلم بوجود الله سبحانه وتعالى، هو يقول لك الله غير موجود وأنت تقول له قال الله، هذا هو الدور بذاته، هذه مسألة الدور.
هو لم يؤمن بوجود الله، فكيف تقول له قال الله؟ وقصة ما أدري ثبتت أو لم تثبت عن بعض الشيوخ، إن لا أدري مدى سمعتها كثيرا، الله أعلم لم أتحقق منها. يعني على رسالة أرسلها بعض شيوخنا إلى بعض الملاحدة، ويقولون لكن هي فيها عبرة، وإن ثبت أو لم تثبت ذلك، لكن هذا المعنى موجود يعني، حتى لو كانت قصة من يعني تأليفه، والشأن لا يعترض المثال. عدها مثلا، قال: أنا لا أقرأ كتابا يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن قال لك؟ أنا قد ذكرت لك في هذا الكتاب قال الله وقال رسوله. أنا الآن أثبت لك وجود الله ثم وجود رسوله عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يجب عليك أن تقبل أو تكفر بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه المسألة الأولى، إن شاء الله سنوسعها أكثر في الدرس القادم. إذا يوجد أسئلة تفضلوا، مرحبا بكم. حاولوا أن تحضروا كتاب شرح السعادة. طبعا أنا لن أتكلم في طريقة تقليدية، قل سأتكلم بطريقة المحاضرة، لأنه عندنا مشكلة كبيرة الآن. الآن انشغلنا بحل عبارات الكتب عن معانيها ومقاصدها، وهذه مشكلة. طب هل هذه الأشياء لا بد منها؟ نعم لا بد من هذا المختص، لكن لكل مقام مقال. هناك من شرح الكتاب وقف عند كل مسألة وعن كل جزئية نحوية أو صرفية، وهل عبارة الشيخ سديدة أو الأفضل منها أن يقول كذا وكذا، ولماذا اختار هذا اللفظ دون غيره. كل هذه الأشياء نعم علوم نافعة تمرن العقل، لكنها في درسنا هذا لا نعطيها، لأنها تعطى في دروس أخرى إن شاء الله. نعم، هل يوجد أي سؤال؟ قضية توبة العلماء الكبار، يعني أظن يعني أنهم جعلوا هذه القضية لشيئين، يعني الأول أن ينسفوا علم الرجل، الثاني تخلصوا من تكفيره. لا يعنيهم يعني، لهم طبقات يعني، هم لا يعنيهم يعني. القضية الحقيقة المشكلة الكبرى التي وجدتها في الناس الآن، أقول في الناس، هي عدم الفهم. يعني أكثر الناس لا يفهمون. هو يفهم من هذه العبارة أن الشيخ تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أين العبارة التي فيها توبة وإنابة؟ مثل ما فهم مسائل كثيرة، يفهم من حديث أشياء لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام. فهموا من حديث الأعباس التوسل، إنا كنا نتوسل بنبيك، أن التوسل في حياة النبي في حجاز وبعد مماته حرام. أين الدليل على هذا؟ هو يقول كنا نتوسل بنبيك، خاصة يعني معشر الحنفية. هو يثبت حالة، وهي ماذا؟ أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، أما مماته مسكوت عنها. لو قال وقد نهانا رسولك عن التوسل به بعد وفاته، نقول أوه هذا كلام صحيح، لكن ما في فهم، ويبنوا عليها مذاهب وناطحات سحاب وتكفير الأمة بالجملة، والسبب عدم فهم الحديث. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يستدلون بها على منع مدح النبي عليه الصلاة والسلام. إيش علاقة هذا وهذا؟ لا تطروني، لا تمدحوني كما مدحت النصارى عيسى. ماذا قالت النصارى في كاف التشبيه؟ قال هو ابن الله. لذلك يأتيك الشيخ البوصيري يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. حتى هذه العبارة والله فوجئت لما سمعت اعتراض على هذه العبارة. العبارة أراها يعني شيئا قويا. قال: لا، تقول أنت الآن دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يقول أنت الآن تريد معنى النبي عليه الصلاة والسلام، لك أن تخترع وتأتي بأشياء ليست من فضائله وتنسبها إليه. كيف أتيت بهذا الفهم؟ قال لك تقول: وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. جعل الكلام على حقيقته، يعني يقول هذا ماذا يريد البوصيري؟ يريد أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام أهل للمكارم كلها، هذه بلغة العرب، هذا مجاز. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، يعني هو أهل لكل مكرمة في الدنيا، هو أبو المكارم عليه الصلاة والسلام. تمام؟ هو ماذا فهم؟ يعني يجوز لك أن تضع وأن تكذب وأن تأتي بشمائل ليست موجودة في النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة قرأت هذه البردة مئات ربما آلاف المرات قرأتها، ولم يخطر في بالي مرة هذا الفهم، كله بسبب عدم الفهم. لا يفهم ويستنبط ويأتي بمصيبة، والمصيبة تتبعه مصائب، ويسألون من أين جاء التكفير للمسلمين ومن أين جاء حز الرقاب؟ جاء من طريقتكم العوجاء في فهم الكتاب والسنة. نعم، تفضل.
بعضهم يحاول أن يقبل الإمام الأشعري، ولكن قبوله فيه إلا يقول الإمام الأشعري رجع عن قوله. كلام جميل وشبه جيدة. يسأل عن بعض الناس، أول من أذاع هذه القصة هو ابن تيمية. ابن تيمية أذاع أن الأشعري شيء والأشاعرة شيء آخر، وأن الأشعري هذا مر بمراحل ثلاثة. الأولى هي الاعتزال، الثانية هي ما نحن عليه نحن الأشعرية، الثالثة وموافقة ابن تيمية. هكذا الوهابي عندهم هذه عقيدة أصلية من المعلومة دين بالضرورة، طبعا تهكما نقول وليس معلومة دين بالضرورة. من نقل عن هذا عن الأشعري هذا الكلام؟ سؤال. الآن من ناحية منهجية، الأشعري أبونا أبو مدرستنا، وتلاميذه معروفون، كل واحد ما شاء الله زهرة، كل واحد مزهرة، كل واحد مثل القمر، سلسلة موجودة، كتبهم موجودة ومحفوظة، ونقلهم عن الأشعري محفوظ. من الذي نقل عن الأشعري أنه تراجع ووافق ابن تيمية في مسائله هذا؟ من الذي نقل؟ ابن تيمية ذاته. يقول كتاب اسمه الإبانة. الإبانة عن أصول الديانة، لي كتابنا اسمه إمام وهي الحق عن الأشعري، راجعوه. هذه مسألة فندتها تفنيدا. الإبانة، الأشعري له كتاب اسمه الإبانة، ولكن ما الذي يثبت لنا أن الإبانة التي بين أيدينا هي الأشعري؟ والإمام الصفدي في كتاب الوافي في الوفيات في القرن السابع يقول وقد تلاعب الحشوية في كلام الأشعري قبل 700 سنة القصة، ليس الآن 800 سنة حتى 700 سنة. فقضية أن الأشعري تراجع، الذي نقلها خصومه. ما دليلكم؟ الإبانة. هل الإبانة كتاب معتمد عندنا في المذهب؟ قال لا. لماذا ليس معتمدا؟ ليس ثابتا، ثابت أصله. أما هذه المسائل، نعم عندي قطعة نقلها ابن عساكر في كتاب تبيين كذب مفتري ثابتة من الإبانة، لكن باقي الأشياء في أشياء لا يقول بها طفل، في أشياء لا يقول بها طفل، وفي أشياء مخالفة للشرع. إثبات العينين، هل في عندي كتاب وسنة في الله له عينان؟ مثال يعني، هل في كتاب وسنة الله له عينان؟ أبدا لا يوجد ولا دليل صحيح ولا ضعيف الله له عينان. الوهابية أخذوها من حيث الدجال، قال ما دام الدجال له عين واحدة معناته الله له عينان بالقياس. هكذا قال. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ربكم ليس بأعور، يعني ليه ربكم ليس بأعور؟ فهموا أن ربكم له عينان. تعالى الله سبحانه وتعالى. إن ربكم ليس بأعور، يعني هذا الدجال رجل ناقص نقصا بينا، وخلقته معيبة، فهو مخلوق عائب، فكيف يكون إله؟ ليس مخلوقا فقط بل هو مخلوق وعائب أيضا، فكيف يكون إلها؟ الله سبحانه يكون مخلوق ونقص الخلقة؟ هكذا معنى إن ربكم ليس بأعور. نعم. فإذا من ناحية منهجية يا شيخ، إذا أنت شافعي، أنت شافعي، إذا وجدت في كتب الشافعية في كتاب الحاوي مثلا للماوردي يقول قال الحنفية، ونزل بهجمة شعواء الحنفية، هل يجوز لك أن تقول قال الحنفية بناء على كلام الماوردي؟ لا يجوز أبدا. أو أنا حنفي وجدت في كتاب التجديد لقدوري كلاما للشافعية، هل يصح هذا أن يصير قال الشافعية والدليل هو التجريد؟ لو كنت في طالب دراسة عليا راح الصفر. إيش هذا؟ هذه مخالفة قطعية للمناهج. لا يجوز نقل مذهب إلا من قبل أصحابه، فالأشعري صاحب المذهب، ونقلة مذهبه كل واحد شمس، ابن فورك، أبو الحسين الطبري، الباقلاني، الجويني، الغزالي، كلهما وشموس، والبيهقي نقل عنه أشياء كثيرة ليس مخالفة لما في الإبانة، والإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. فالأشعري نقل عنه أهل المذهب نقولا تخالف الكتاب الذي يرويه ابن تيمية وجادة عنه. درست مرات بالتحديث آخر مرتبة هي الوجادة، فلهم يروون من الوجادة ويردون بها السماع. إيش ولا حتى ولا هم من طلاب العلم المبتدئين. عرفت كيف؟ فنقلة المذهب نقلوا طريقة، خصوم المذهب نقلوا شيئا. قال والله أبونا وعايش معنا في البيت وطول حياتنا عارفينه، ثم بعد أن مات أبونا جاءوا الجيران يقولون إن أباكم أنا ليس كما تعتقدون، وإن أباكم له أشياء كذا 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 كذا. من يصدق كلام الجيران؟ أبدا. نعم. طيب هو الإمام جلال الدين ابن أبي بكر السيوطي والإمام النووي نبهوا على علم الكلام، يعني أي علم الكلام؟ إذا على هذا الكلام أي علم؟
اسمع جميل، سؤال جميل، سؤال جميل، سؤال جميل. لا لا، السيوطي لم يحذر من الكلام، حذر من المنطق، انتبه. وكذلك النووي، فالنووي وابن الصلاح حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم. هم حذروا من المنطق وشتان بين علم الكلام والمنطق، تمام. لنفرض السؤال هكذا جاء: ما رايك بقول النووي رضي الله عنه والسيوطي وابن الصلاح في المنطق؟ اقول النووي وابن الصلاح والسيوطي من اولياء الله الصالحين، ونعل كل واحد منهم تاج على راسه، ولكنه ليس من الاختصاص. هذه القضيه المرجع فيها هم اهل الاختصاص. السيوطي محدث من الطراز الاول، مفرس مفسر من الطراز الاول، فقيه امام كبير دعا الاجتهاد في مجاله. كل من ترجم السيوطي رحمه الله قال: السيوطي رحمه الله ليس له باع في العقليات، كل من ترجمه. وكل من ذكر النووي رضي الله عنه قال: النووي رحمه الله من كبار الصوفية، من كبار المحدثين، من كبار الفقهاء، من كبار أولياء الله الصالحين، يستسقى الغمام بذكره الإمام النووي. لكن ما حد قالك هو من علماء العقيدة. هو أشعري في الاعتقاد، نعم، في شرحه هو أشعري، لكن هل هو من علماء الصنعة حتى يؤخذ قوله في هذه المسألة؟ المسألة مسألة اختصاص، ليست مسألة انتقاص. كذلك الآن لو جاني هذا كثير، يقول لك الغزالي عنده أحاديث موضوعة، قال الغزالي عنده أحاديث موضوعة، طيب ماشي، من قال الغزالي مرجع حديثي؟ ما حد قال الغزالي، ما حد قال خذ منه حديث، ولا لا صوفي ولا غير صوفي. ما ذكره كل الناس يقول لك عدي العراقي في تخريج اللحية، ما حد يقول لك عدي الغزالي في أحاديثي إلا إذا كان جاهلا. فإذا عندي اختصاص، وأهل الاختصاص يؤخذ منهم هذا الشيء. النووي رضي الله عنه وابن الصلاح من كبار أئمة الإسلام، ولكنهم ليسوا من علماء الكلام، فلا يؤخذ رأيهم فيه، نحترمهم رضي الله عنهم، ولكن نفس هذا صاحب السلم قال: فالنووي وابن الصلاح حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم. هو لم يعتمد كلامهم، وهو بلا الاختصاص، هو مشى انطلق في المنطق ولم يأخذ بهذا القول. لماذا؟ لأنه ليس قول المختصين، نعم، وليس في هذا انتقاص له. وانتبه، ها يجي واحد يقول والله أنت تتكلم في الأئمة، قلت لك والله غبار نعل النووي على راسي وأتشرف فيها، نعم. ما الفرق بين التعريف والكلام والعقائد مثلا؟ سؤال جميل. ما الفرق بين تعريف الكلام، علم الكلام والعقائد؟ العقائد هي ثابتة في الكتاب والسنة، الله واحد، الله ليس كمثله شيء، العقائد قل هو الله واحد، قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، كل الصفات السلبيه موجوده في قل هو الله واحد. لكن المتكلم ياتي يرتبها ويقول: لم يلد، اذا هو الاول واجب الوجود، تمام. لم يولد هكذا، ياتي الصمد يعني قيوم، قيامه بالنفس، هكذا. فإذا العقائد ثابتة في القرآن والسنة بلا شك، لكن إثباتها، إبرازها، الدفاع عنها، مناقشة الخصوم، هذا يكون من اختصاص علم الكلام. نعم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.